أهلا بكم. ما تداعيات غياب الأمن وانفلات السلاح في ديالا دون محاسبة أو مساءلة لتنتشر الاغتيالات ويتسع نطاقها، والتي لم تتوقف منذ عام 2003 على أيدي فرق الموت والميليشيات المسلحة؟ اغتيالات وتصفيات راح ضحيتها نخب وأطباء وأساتذة جامعات وطيارون وضباط في الجيش العراقي السابق ومدنيون. ارتفعت وتيرتها خلال هذه المرحلة في ديالا التي شهدت قبل أيام مجزرة الجيايلة، وسبقتها مجزرة قرية نهر الإمام ومجزرة جامع سارية. هل يراد لمحافظة ديالا أن تستمر عجلة القتل فيها؟ ومن له المصلحة في ذلك؟ ولماذا يستمر وجود الميليشيات داخل مناطق ديالا دون نزع سلاحها، حيث لم تجف دماء مجزرة الجيايلة بعد حتى أصبح أهل ديالا على جريمة جديدة بإطلاق نار على ضابط في الجيش العراقي السابق بطريقة نفسها التي قتل فيها الطبيب الاستشاري المتخصص بأمراض القلب أحمد طلال المدفعي وسط معقوبة مركز محافظة ديالا، ما أسفر عن مقتله في الحال؟ نتساءل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة إلى أي مدى ستستمر طاحونة القتل في ديالا ويستمر إفلات المجرمين من العقاب، ولماذا يغيب دور الدولة في العراق في ملاحقتهم وتسليمهم للعدالة، ما تسبب بتسلسل وتوالي هذه الجرائم في ديالا دون رادع من قانون؟ سيكون معي في هذه الحلقة كل من الدكتور نوري حمدان الباحث والكاتب السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. وارحب ايضا بالاستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي ضيفي عبر سكاي، مرحبا بك استاذ عبد القادر. اهلا وسهلا بك. اذا مشاهدينا الكرام نشاهد بدايه هذا التقرير ثم نبدا بالحوار، كونوا معنا. السلاح المنفلت في العراق واحد من اخطر مشكلات البلاد لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي، ومنذ عام 2005 رفعت الحكومات المتعاقبة شعار حصر السلاح بيد الدولة، فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعالة لتنفيذه على وقع تقديرات تحدثت عن أرقام متفاوتة بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف تمثل السلاح المنفلت الذي تمتلكه الميليشيات. مراقبون أكدوا أن أي حديث عن سحب سلاح من الشارع يستثني الميليشيات سيكون عبثيا وإضاعة جهد ومال، مضيفين أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودا لدى العشائر أو المواطن فقط هدفه شرعنة سلاح الميليشيات المسلحة المسؤولة عن التفلت الأمني من عملية الاغتيال والخطف والنزاعات المسلحة. وما حدث في ديالا خير دليل على الانفلات الأمني في البلاد، فهذه المحافظة اكتوت بسلاح الميليشيات وشهدت خروقات في الآونة الأخيرة، آخرها ما حصل في قرية الجيايلة ضمن قضاء الخالص من مجزرة راح ضحيتها 12 مدنيا بين قتيل وجريح بينهم نساء. خبراء أمنيون أكدوا أن العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يمر بأزمات سياسية أدت إلى انهيار أمني مزمن لم تستطع الحكومات المتعاقبة السيطرة عليه بفعل تغول الأحزاب والميليشيات في مؤسسات الدولة وسيطرتها على الحكومات، آخرها حكومة السودان التي شكلها الإطار التنسيقي بأحزابه وميليشياته الولائية التابعة لإيران. وتشدد العديد من الأوساط السياسية والشعبية على أن عودة الاستقرار لمناطق ديالا لن يتحقق دون انسحاب الميليشيات المسلحة منها وإيقاف جميع أنشطتها الاقتصادية، موضحين أن الميليشيات تعمل من خلال وجودها العسكري في تلك المناطق على فرض الهيمنة والنفوذ وتحقيق المكاسب السياسية بالقوة والإكراه وتحقيق المكاسب الاقتصادية عبر تمويل نفسها بالأتوات والهيمنة على الثروات والمشاريع الكبيرة. أبدأ معك دكتور نوري، ديالا لماذا ينفلت فيها السلاح؟ لماذا يغيب الأمن؟ نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع حقيقة، على استضافة اليوم، تحياتنا لمتابعينكم.
يعني ليس جديدا هذا الانفلات حقيقة، مثل ما تفضلت هو سلسلة من الانفلاتات أو من الخروقات الأمنية تحدث في ديالة منذ 2003 حتى اليوم. والحقيقة أنه السبب الرئيس أنه ديالة هي تعاني من صراع أساس النفوذ والسلطة والهيمنة على المنطقة بشكلها العام. أشكال الصراع وللسيطرة على المحافظة والانفلات الأمني تحديدا اللي موجود في المحافظة هو بأسباب مختلفة ومتعددة، كلها تنجمع تحت إطار السلاح المنفلت والعصابة المنظمة والإجرامية وكذلك الميليشيات ودورها. كل ذلك هو يجعل من المحافظة فوضى أمنية، والمراد حقيقة من تحقيق هذه الفوضى الأمنية هو تأمين طرق التهريب، تهريب المخدرات، تهريب السلاح. هذا الطريق يعتبر حيوي بالنسبة لإيران، لأن هنالك أيضا بوابة أو منفذ حدودي غير رسمي، وهذا المنفذ الحدودي باعتراف الحكومة أو الحكومات بشكل عام الحالية والسابقة وحتى قبلها، بأنه هذا المنفذ هو تجري من خلاله تهريب للمخدرات وتهريب للوقود وتهريب للسلاح، وغير متمكنة الدولة من السيطرة على هذا المنفذ. وبالتالي هذا جزء من المشهد العام حقيقة اللي تعاني المحافظة، وهنالك صراعات حتى يعني سياسية يعني في المحافظة بأسبابها المختلفة، في يعني أوضاع نفوذ محلية، بمعنى أنه يعني حتى الإدارات في الأقضية والنواحي والمحافظة، وناهيك عن علاقة المحافظة بالمركز، كل ذلك يعني هذه بؤرة تقدر تسميها من الصراعات تخلق أجواء متشنجة تم استغلالها من قبل الميليشيات وكذلك العصابات الإجرامية لتأمين طرق تهريب وطرق التأمين يعني التحقيق المكاسب في المادية من خلال هذه الفوضى. تم استغلال الصراع السياسي، تم استغلال الصراع حتى القبائلي بعناوين طائفية. طبعا الصراعات القبائلية معروفة بشكلها العام في محافظاتنا عموما، هي صراعات في بعض الأحيان خصوصا الفلاحية تنجم عن صراعات على الأرض، على السقي، على غير ذلك، ولكن هذه الصراعات تم تغذيتها بطريقة خبيثة وتنميتها إلى أن تكون هي صراعات طائفية وصراعات تصف في مصالح حقيقة. يعني هذه العصابات التي تؤجج هذا العملية أو الشارع لغرض مصالحها. في الفترة الأخيرة حقيقة وتصاعد هذا التوتر الأمني والخروقات الواضحة والاستهداف شخصيات من أكاديمية عراقية هو جزء من الاستعداد لإجراء الانتخابات المقبلة. تعلم جيدا أنه في البرلمان العراقي اليوم هنالك أغلبية في نواب المحافظة من المكون السني، فيما في دور هؤلاء المكون أو دور هؤلاء النواب في داخل المحافظة بإداراتها الأمنية، بإدارة الملف الأمني وكذلك حتى الإداري في مواردها الاقتصادية، تجد يعني هم يعانون وهم يتحدثون باستمرار ويؤكدون بأنهم ليس لديهم أي دور في إدارة المحافظة. هذا كله حقيقة هو يسبب إشكاليات داخلية تغذى حقيقة من عوامل خارجية ولا يخفى على أحد. هي المحافظة متأثرة بشكل كامل بسبب النفوذ الإيراني، لأنه محافظة قريبة على المركز العراق وهو العاصمة بغداد وكذلك الحدود الإيرانية، فبالتالي هي من خلالها يتم استيراد الكهرباء من إيران، وهي إيران تستخدم طرقها في التهريب السلاح حتى لسوريا ولبنان. كل هذه العوامل حقيقة هي تخلق من أو هي يجب أن تكون في هذه المحافظة فوضى لتأمين هذه الطريق. طيب دكتور، أستاذ عبد القادر النايل،
المجازر في ديالى لا تخفى على أحد منذ عام 2003، وعمليات تصفيات واعتقالات وتغييب وقتل على الهوية. وأبرز هذه المجازر مجزرة جامع سارية ونهر الإمام والجهيلة، وكذلك قتل المدنيين وقتل النخب والكفاءات. لعل ليس آخرها ما جرى قبل يومين أو ثلاثة أيام من قتل ضابط في الجيش العراقي السابق. يا ترى هل دور الدولة يمكن نصفه بأنه دور غائب، أم هي مشاركة في ذلك في ديالى تحديدا؟ أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم ومشاهديكم الأعزاء. حياك الله. من المعلوم أن ديالى لم تستقر ولم تشهد حقيقة استقرار الأمن منذ أن وقعتها قدم هذا العام وميليشيا. وحقيقة هي تعاني ديالى عن منهجة ما يحدث إطار الديمغرافي، وبالتالي السيطرة على مقدرات ديالى بالكامل لصالح الميليشيات الموالية لإيران وأذرعها. وزاد الطين بلة عندما تم اتخاذ في الآونة الأخيرة معسكر مجاهدي خلق سابقا، اتخذ الآن قاعدة عسكرية متقدمة للحرس الثوري الإيراني لتدريب أذرع إيران الإرهابية سواء من ميليشيات الحشد أو بعض الميليشيات الأجنبية كالحوثيين الذين يتواجدون في مكاتب لهم في العراق، وكذلك لحزب البكا كالعمال. بالتالي هذا المستقبل أصبح وباء على ديالى. معلوم تماما أن عملية السلاح الممنهج وليس السلاح المنفلت هو يهدف إلى تحقيق أجندات ومآرب سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية. وبالتالي ما يحدث أن هناك عملية متكاملة على ديالى كما أشار ضيفك الكريم، لأنها هي المنفذ البري القريب إلى بغداد من إيران، وبالتالي إيران ركزت عليها منذ 2003 لاغتيالات كبيرة وممنهجة. وبالتالي لا يجرؤ أي أحد أن يذهب باتجاه الاغتيالات الممنهجة وتصاعدها إذا لم يكن هناك غطاء حقيقيا من الأجهزة الأمنية ومن الدولة التي ترعى أي عمل. يمكن أن تحدث خروقات عندما يكون هناك بين كل عامين أو ثلاثة أعوام مسألة اغتيال اغتيالين، ممكن أن نقول أن هناك نشاطا معاديا، لكن عندما يكون هناك عملا ممنهجا لتصفية قرى ولتصفية مصلين ولتصفية مساجد ولتصفية كوادر ونخب، وما حدث اليوم من جريمة كبيرة لأحد وجهاء ديالى عندما وبخ العامري، اليوم تم هذا العامري سابقا قبل عام، اليوم تم حقيقة عملية غدر واضحة تماما وعقوبة خارج إطار القضاء والقانون من خلال إرسال بعض المرتزقة بعد أن فتحوا النار على ولده، وبالتالي قتل 8 أشخاص وممكن العدد يتزايد في هذه الدقائق لأن الجرحى حالتهم حرجة. اللافت بالنظر أن هؤلاء بلا أخلاق عندما يتم عملية الاغتيال، يعني الحوادث التي حدثت في الجالية أو قبلها كانت هناك حقيقة يعني بلا ضمير وبجبن وبحقيقة بحقارة، هكذا أقولها، لا توجد عبارة غير هذه العبارة لهؤلاء القتل المرتزقة عندما يقتلون النساء. يعني اليوم تكرر قتل النساء وفي قرية الجالة تكرر قتل النساء فضلا عن قتل الآباء والكفاءات أمام منازلهم وأمام أطفالهم وأمام زوجاتهم. لذلك حقيقة ما يحدث الآن هو عملية ممنهجة، عودة الاغتيالات في هذا التوقيت إلى ديالى يؤكد على رعاية حكومة الإطار التنسيقي لهذه الاغتيالات، ويؤكد تماما على أن الاغتيالات في العراق هي ممنهجة. وهنا أحيل بالذاكرة إلى وثائق ويكليكس الذي كشفت كثير من الملفات، أن المالكي في حكومته الأولى والثانية كان يرعى عمليات الاغتيالات بشكل واضح تماما، فضلا عن سرقة المال العراقي الذي اختفي في وقته في حكومته 400 مليار دولار. وبالتالي ما يحدث أنه لولا دعم الحكومات المتوالية
التي هي ترعى الميليشيات لما حدثت هذه الاغتيالات، ولذلك لا يوجد هناك ما يسمى غياب أو تغافل أو تقصير للحكومات على مستوى من 2003 إلى يومنا هذا، ولا سيما حكومة السودان الحالية بالاغتيالات، بل العملية عملية دعم ضمن خطة وإطار متكامل، وإلا فإن ما جرى في ديالة هو انتكاسة أمنية كبيرة. ما الذي فعلته الحكومة السودانية وحكومة الإطار التنسيقي؟ ما الملفات التي حركتها؟ الجواب لا توجد هناك حتى عملية الاستنكار لرئيس الحكومة السوداني الحالي. لماذا جرى أستاذ عبد القادر؟ ألا يؤكد هذا على أنهم يسعون إلى تنفيذ مآربهم وأجنداتهم من خلال مرتزقتهم؟ لذلك من يسيطر على أديالة هي ميليشيات بدر، وبالتالي المحافظ الحالي مثنى هو ينتمي إليهم. لذلك حقيقة ما يحدث هو جريمة متكاملة الأطراف برعاية حكومية، ومن يقتل يقتل بالسلاح المجاز من الحكومة، وبالتالي ينقل هؤلاء المرتزقة بسيارات الدولة وبهويات الدولة لتنفيذ الاغتيالات للسيطرة على ديالة من عدة مناطق، لأنهم يبحثون عن تهجير أهلها وإحلال تغييرات ديموغرافية. وهنا يعني أيضا أذكر بما جرى كشفه مؤخرا عن تجنيس غير عراقيين في مديرية أحوال جنسية ديالة، وصل الكشف عن 4000 اسم. بالتالي إذن هذا يؤكد تماما على أن هناك مشروعا كبيرا ممنهجا وليس عشوائيا، ولا عملية السلاح المنفلت، إنما عملية السلاح المنظم الممنهج لعمليات الاغتيال في إديالة من أجل الوصول إلى المآرب المخطط إذن لها. إذن المآرب المخطط لها مثل ما تفضل الأستاذ عبد القادر النايل، أن مشروع التغيير الديموغرافي يسير الآن في العراق على قدم وساق، حتى يتم تجنيس جنسيات من غير العراقيين، ربما أفغان أو من جنسيات أخرى، ويتم منحهم الجنسية العراقية وتوطينهم في ديالة. قبل أن نأتي على موضوع موضوع التغيير الديموغرافي، ذكرت أن الانتخابات هي اقتربت وهناك عمليات اغتيالات اتسع نطاقها لهذا السبب. هناك عقوبات على إيران اقتصادية، وهناك ضغط على الدولار العملة داخل العراق، العملات الأجنبية. يا ترى هل له علاقة باتساع نطاق الاغتيالات والفوضى الأمنية في ديالة هذا الأمر؟ نعم، شوف، هو بداية يعني أنا قلت كل العوامل هي أسباب متعددة في الفوضى الأمنية الموجودة في محافظة ديالة. المنهجية التغيير الديموغرافي، منهجية الاغتيالات الخصوم، التصفيات السياسية، وكذلك المهربين والعصابات الجريمة المنظمة، وكذلك العصابات الجرائم بشكلها العام. كل هذه يعني هذا الفوضى هي تعرف في المحافظة اليوم فوضى، وهذه الفوضى هي بيئة توفر مناخ مناسب لتكوين مجاميع يعني مجاميع إجرامية بكل أشكالها وألوانها حقيقة. ما شرت إلى بموضوع تهريب الدولار إلى إيران في الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات الأمريكية أو البنك الفدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي، أصبح في نوع من الحد والمنع من هذا التهريب. هذا أيضا يشار إلى واحد من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الفوضى الأمنية. عصابات الجريمة والميليشيات حقيقة اللي هم يهربون، طبعا عصابات الجريمة جزء من هذا المجموع اللي سماه الأستاذ نائل بأنه السلاح الممنهج. بعض الأحيان فعلا يعني أنت لا تستطيع أن تتحدث عن سلاح منفلت ما دام هنالك عدم قدرة أو عدم وضوح من قبل الحكومة على السيطرة، فبالتالي السلاح هو متروك لمنهجيات هي قد تكون يعني سياسية أو إجرامية بشكل عام. بس المهم أنه بنهاية المطاف هي ترتكب جرائم بحق الناس، أسبابها مختلفة، من مقدمتها هو الصراع السياسي، التهريب بشكل عام، هذا كله هي أسباب حقيقة يعني أدت إلى هذا المستوى اللي احنا بي. البعض من المراقبين أو المحللين حتى الاقتصاديين يقولون بأنه دائما ما يتم تركيز الميليشيات على مناطق
ذات عائد وذات ثروة، يعني مثل حزام بغداد، البساتين، حقول الدواجن، كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي وبالمنتج المدر للربح، ديالة مثلا الحقول، البساتين، المحاصيل، الفاكهة إلى آخره، يعني كل ما له علاقة بالربح المادي الميليشيات تحاول السيطرة على تلك المناطق. هل يا ترى هذا نوع من التنفيس على إيران الحصول على المكاسب المادية أو استغلال هذه أو الاستحواذ على هذه الأراضي؟ هو شوف، لذلك احنا ايش قلنا؟ قلنا في بعض الأحيان الأهداف، يعني الأهداف الآنية مختلفة ولكن الهدف الاستراتيجي هو واحد. هذه الفصائل وهذه الميليشيات تبحث عن تمويل، تحديدا في محافظة ديالى. ديالى معروفة غنية في ثروتها الزراعية، يعني خصبة لهذا النوع من الإنتاج، فبالتالي هي أكيد تستهدف من قبل هذه الميليشيات اللي استغلت يعني حقيقة حتى الصراعات اللي احنا تحدثنا بها، الصراعات القبلية الطبيعية جدا اللي هي موجودة في عموم العراق. يعني في بعض الأحيان يعني حتى في العائلة الواحدة يختلفون في قضية الأرض والسقي وغيرها، تم تغذيتها وتنميتها لتطوير أكثر في الصراع على يعني شوف، محافظة ديالى حقيقة خلي نستذكر فت قضية كلش مهمة. محافظة ديالى شهدت في مراحل معينة اغتيالات على مستوى الصراع على اليمن، على رئيس قسم، مدير تربية، مشرف تربوي. قبل كم يوم مشرف تربوي أحد التربويين تم استهداف بيته برمي عشوائي إطلاقات، وهو خرج يتحدث إلى أنه الإطلاقات جاءت من يعني أمام بيته، واقف قدام بيته وده يرمي، بحيث هذا الرامي هو مأمن محمي، لم يشعر هو بقلق اتجاه أنه ممكن يتم اعتقاله من القوات الأمنية. يقف أمام دار تربوي ويرمي بطريقة هذه عشوائية قد تقتل، وهو تهديد لهذا التربوي. هذه واحدة. واحدة الثانية، شوف، خلال فترة عودة النازحين في السنوات الماضية وتشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم في محافظة ديالى، منظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تحاول أن تقدم المساعدات، هي بسيطة حقيقة لأنه مساعدات غذائية ودوائية تساعدهم على العودة، يتم أكثر من مرة هذه المنظمات أصدرت بيانات بتعليق عملها. نعم. لأسباب شنو؟ ما هاي المنظمات يتم يعني يجرى عليها الضغط بحيث أنه لا تتمكن من العمل بمفردها إلا من خلال ميليشيات معينة، أو في بعض الأحيان يقول لك سلمونا اللي عندكم وإحنا نوزعه. يعني شوف إلى أي مستوى يصل محاولة استغلال ونهب حتى القضايا الخيرية التي ممكن أن تسعف الناس في حياتهم اليومية البسيطة. اسمح لي دكتور أستاذ عبد القادر، أيضا نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير المصور عن ما يجري في ديالى من تصفيات واغتيالات ولمصلحة من؟
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري، هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على دوامة القتل في ديالى ولماذا تستمر. أستاذ عبد القادر النايل، البعض يصف الأمم المتحدة بأنها كفزاعة لا تخيف الغربان، وخاصة عندما يزور غوتريش العراق ويجتمع مع قادة الميليشيات المتهمين أو المتهمين بهذه المجازر. يا ترى كيف نستطيع أن نقول بأن الأمم المتحدة جاءت لتساعد العراق بحسب وظيفتها، والبعض يصفها أنها شريكة في هذه الجريمة؟ أولاً القوانين التي تتحدى واضحة، وبالتالي عندما يأتي هذه القوانين أو تأتي هذه القوانين لتسليط الضوء على ما يفعله أو ما تفعله الأمم المتحدة سواء في بعثتها داخل العراق أو عندما يأتون المسؤولين الأساسيين فيها كالزيارة الأخيرة لأمينها العراق، تؤكد تماما غياب عدالتها داخل العراق وأنها شريك أساسي لأنها تغطي على هذه الجرائم. فالأمم المتحدة وظيفتها هي التحقيق أو تحقيق العدالة في انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي إيقاف تداعياتها بل من صلاحياتها استخدام القوة ضمن الفصل 7 من مجلس الأمن الدولي لإيقاف تداعيات التطهير العرقي والطائفي، وبالتالي إيقاف عمليات القتل الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة التي تفشل فيها الحكومات المحلية أو الحكومات الدولية ضمن دولها، ولذلك هي مخولة باستخدام القوة. بالتالي عندما يأتي الموضوع إلى العراق تجد أن الأمم المتحدة صمتت على عدة أمور خطيرة طبعا، وهي خيانة لمواثيقها الدولية، منها ما جرى من عمليات تعذيب واغتيالات على يد الاحتلال الأمريكي، وهي تعلم تماما أن الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني جاء خارج منظومة أو موافقة مجلس الأمن، وبالتالي هو غير شرعي بالمطلق، وبالتالي هي صمتت على كثير من هذه الانتهاكات، وكان ما فعلته أو ما يفعله جيش الاحتلال الأمريكي والبريطاني والإيراني في العراق واضح تماما، وما كان أبو غريب وفضيحة أبو غريب عنا بعيد. ثم تأتي الحكومات منذ عام 2003 إلى يومنا هذا وهي ترتكب مجازر، لم تأتي حكومة إلا وقد ارتكبت مجزرة سواء كانت بمعية الاحتلال أو من خلال دعمها للميليشيات، سواء من حكومة إياد علاوي أو يعفري أو حكومتي المالكي، حكومة حيدر العبادي، حكومة عادل عبد المهدي، حكومة الكاظمي، الآن حكومة السوداني. وصل الحال إلى أنهم يتفرجون على قتل المتظاهرين السلميين ضمن أبجديات الديمقراطية البسيطة التي هي تعبير عن الرأي في التظاهر السلمي، وبالتالي كانوا شهود زور على القتل ولم يحركوا ساكنا. هذا كله حقيقة لا يعفيها من مسؤوليتها، إنما يضعها في خانة دعم القتلة وفي خانة خيانة القوانين والمواثيق التي هي تشكلت من أجلها. وإلا نظرنا يوم أمس عندما تحضر مسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق بلاسخار لتجمع لدعم النازحين، وبالتالي تتمايل طربا ورقصا، والنازحون يعيشون في الخيم بلا غذاء بلا دواء بلا أدنى مقتضيات
احتياجاتهم اليومية، وهي تشهد على تهجير جرف الصخر ويثرب ومناطق أخرى في الموصل وفي القائم في غرب الأنبار، وهي ترعى بذلك المدن منزوعة السكان. وبالتالي إلى هذه اللحظة لم تقدم لا إدانة ولا استهجان ولا حتى سؤال لحكومة السوداني على ما جرى في ديالة. ألا يعتبر هذه الأدلة المحيطة بعمل بعثة الأمم المتحدة ووضعها القانوني بأنه وضع متواطئ إذا صح أخف العبارات عنها، أم أنها مشاركة؟ لذلك لا يوجد هناك أي عذر لها، ولا يمكن قبول عذر الأمم المتحدة للتغطية على جرائم حكومية بامتياز داخل العراق، بل هي تلتقي قادة الميليشيات بشكل واضح. وما زاد الوضع سوءا يوم أن جاء الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي خرق جدول أعماله الذي كان محددا في اللقاء بالرئاسات الثلاثة التي تمثل العملية السياسية الحالية، إلى أن يذهب باللقاء بالميليشيات التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وهي مقر الأمم المتحدة على لوائح الإرهاب، وهو يعلم تماما أن هؤلاء يرتكبون جرائم داخل العراق، وبالتالي معلوم أهدافهم وميليشياتهم ومسلحيهم داخل العراق. وبالتالي هو تناقض كبير تماما عندما يظهر أمام الإعلام بصحبة هؤلاء. هذا كله طيب. حقيقة عبد القادر، لو كانت هناك عدالة داخل الأمم المتحدة طيب. العام أستاذ عبد القادر، لكل مشروع طبعا مدخلات وأدوات ومخرجات، لماذا نستفسر ونستفهم عن دور الأمم المتحدة في العراق وهي مثل ما يصفها البعض أداة من أدوات المشروع الأمريكي في العراق؟ إلى أي مدى ذلك صحيح؟ المتحدة هي المشروع الأمريكية، بل هي الذراع الأمريكية. وقد رأيتم كيف تجاوزت هذه البعثة للذهاب إلى إيران واللقاء بالسفير الإيراني، وبالتالي عمليات الإحاطة في إنقاذ العملية السياسية عندما الشعب العراقي قاطعها، وبالمؤخرة بدأ حتى المالكي يعترف بأن الشعب العراقي أكثر من 80% قاطع الانتخابات. بالتالي الولايات المتحدة تسير عمليات التفاهمات الداخلية عبر مبعوثة الأمم المتحدة، وهي ليست لها حقيقة من صفتها شيء سوى أنها مكتب خاص للخارجية الأمريكية، يعمل من خلالها الأمريكان على زيادة نفوذهم وبالتالي إيصال رسائلهم الغير رسمية والغير مباشرة عبر بعثة الأمم المتحدة. وقد رأيتم كيف يتم الاحتفاء بإعلان بعض الأطراف السياسية أنهم التقوا اليوم بمسؤولة الأمم المتحدة بلاسخار، وأخيرها اليوم لو تقرؤون بيان حيدر العبادي وحزبه كيف احتفى بهذا اللقاء، يؤكد تماما على أنهم يعلمون تماما أن الأطراف السياسية يعلمون أن الأمم المتحدة هي مرتبطة ارتباطا مباشرا ورضاها من رضا الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير أو في عمليات التفاهم لإعطائهم المناصب بالتفاهم مع إيران. نعم أستاذ عبد القادر. دكتور نوري، في هذه الحالة عندما تنظر إلى دور الأمم المتحدة في العراق، أين يمكن أن نصنفه أو نضعه في أطر المشروع الأمريكي؟ حقيقة دور الأمم المتحدة خصوصا اليونامي، بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم أصبحت هي جزء من السلطة، جزء من العملية السياسية، جزء من الأحزاب الطائفية، بل ركن ممكن أن نقول. نعم هي أصبحت جزء، يعني لا يمكن، شوف لا يمكن التعامل معها على أساس أنها هي تعمل لصالح الشعب العراقي. هي باستمرار خلال هاي الفترة يعني شاهدناها، هي تعمل باستمرار لصالح الأحزاب الطائفية واستمرار عملياتهم السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية. فبالتالي تصنيفها يأتي في هذه الخانة. هي من أول يوم دخلت العراق هي تعمل ليس لصالح الشعب العراقي، تعمل بشكل عام هي لإدامة ونجاح المشروع الأمريكي في ترسيخ العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية التي ثبتت فشلها عدة مراحل. يعني شوف كل حكومة
لم تنتج أي شيء إيجابي للشعب العراقي، بالتالي هي فشلت هذه الحكومة. الفشل يستمر ويتواصل، وهم متمسكون بإدامة هذا النظام، بإدامة نظام المحاصصة لأسباب شنو؟ لأسباب أصبحت ذاتية أيضا، يعني مو فقط العملية. يشوف البداية أن هو مشروع أمريكي، ولكن المشروع الأمريكي بدأ ينفذ من خلال الأحزاب الطائفية الموجودة بالسلطة اليوم، والأحزاب الطائفية اليوم أصبحت لديها مصالح في هذا النظام. حتى إذا نستطيع القول أنه ممثلت الأمم المتحدة من مصلحتها دوام وجود نظام المحاصصة في العراق بالتأكيد، ولا تنتهي دورها. يعني يعني أنت يعني قبل سنة وأكثر هو كان أنه يكون أكو موعد لانتهاء دور اليونامي، ولكن تم تجديده من قبل الأمم المتحدة واستمرار هذا المشروع. إذا بلد مستقر وحكومة وطنية شنو يحتاج بعثة الأمم المتحدة؟ طيب هنا نتساءل عن يعني المواطن العراقي، ما الذي يريده من الحكومات؟ يعني ما الذي قدمت هذه الحكومات للمواطن العراقي؟ عندما نقول بأن الأمن في ديالى غائب، عمليات اغتيالات وقتل وتصفيات، وأمم متحدة جاءت وأمم متحدة ذهبت وممثل وإلى آخره وتخصيصات مالية، ما الذي يستفيده المواطن العراقي من كل هذه الأمور؟ ماذا يريد المواطن؟ يريد ازدهار، يريد نهضة، يريد أمن، يريد أمان، يريد أن يشعر بانتمائه للوطن حاله كحال الدول المحيطة بالعراق. نعم، هذا كلامك كل الصحيح حقيقة. يعني هو العراق أو المواطن بشكل عام، يعني المواطن شنو اللي يريد؟ يريد حقيقة أمن، ويريد يعني عيش كريم تأمن إلى حياته وكرامته. هاي المواطن، هذه وظيفة الحكومة، هذه وظيفة الحكومة طبعا. يعني شنو دور الحكومة إذا ما توفر كرامة وأمن المواطن؟ إذا المواطن كرامته مهانة، إذا المواطن أمنه غير محقق، ما هو النجاح التي ممكن تحقيقه من قبل الحكومة؟ الحكومات من 2003 لحد اليوم لم تحقق اي نسب، يعني 5% من هذه من 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 تحقيق الامن للمواطنين والعيش الكريم. لا سكن موجود، لا حياة كريمة موجودة. يعني شنو المواطن؟ ما المواطن الاعتيادي ما يعني يريد ينافسهم على السلطة. اصبح المواطن الان مستهدف في حياته. عندما تكون هناك عمليات اغتيالات اغتيالات نوعية للمواطنين العراقيين، هنا دق ناقوس الخطر. هو حقيقة يعني من يقتل دكتور اختصاص بمستوى الدكتور الذي تم اغتياله في محافظة ديالى. طبعا شوف، المواطن هو مشروع حكومي بالمناسبة. يعني إذا تريد تصنف الأمور بطريقة عملية مهنية، المواطن بشكل عام هو مشروع حكومي، وكل مشروع له منتجات، له إنتاج، حجم الإنتاج يختلف عن مشروع عن مشروع. المشروع الأكبر يعني هؤلاء النخب مثل الطبيب الاختصاص مشروع كبير. الدولة يفترض أنه الدولة حقيقة هي بذلت جهود كبيرة حتى يتحقق هذا المواطن أن يكون هو بمستوى هذا الطبيب الاختصاص. انفقت عليه في المدارس وفي الكلية ومن ثم في الدراسة الاختصاصية، وكل هذه هي الدولة تصرف حقيقة، تنفق على هذا الإنسان حتى يكون مشروع حكومي ناجح يقدم خدمات لمن؟ يقدم خدمات للمواطنين. طيب، لما يتم استهدافه ويقتل، يقتل مشروع مهم من الدولة. هذا المشروع أفقد المواطنين أبسط حقوقهم، هو التأمين الصحي. السبب في قتله أنه طلب منه أن يعمل في مستشفى تابعة لجهات سياسية، ولكنه رفض. هذه الجهات طبعا ميليشيات. شوف، هذا 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 شيء أكيد يؤكد على أنه يعني زعماء هذه الجرائم تفاهت تفكيرهم وطموحهم وعقولهم، أخسروا البلاد والمواطنين مشروع بهذا الحجم لهدف شنو؟ لهدف بسيط، حتى يتم إيراد لهم من خلال هذا الطبيب. يعني يشغلون بمستشفاهم حتى تجيهم زبائن، مو هكذا يقال؟ حتى تجيهم زبائن، بالتالي تجي إيراداتهم تزيد من خلال الكشفيات التي تنفق. تم قتله بدم بارد.
شايف القضية إيش قد حجمها، يعني حقيقة يعني التفكير في هذا المضمار أو التفكير في هذا المجال حقيقة مشروع دولة كبير بهذا المستوى يقتل من أجل مشروع ميليشياوي بسيط. طيب أستاذ عبد القادر، لماذا فقط في العراق لا يتم يعني لا توجد حكومة تكون وظيفتها كوظيفة أي حكومة في العالم هي خدمة المواطن؟ لا، بل توجد حكومات تعمر تبني، نعم، ولكن تبني سجون وتعمر معتقلات وتشكل ميليشيات وتمنع القطاع الخاص لكي يلجأ الشاب العراقي أو الطفل إن صح التعبير إلى التطوع في هذه التشكيلات الغير نظامية. يعني هل هو هذا دور الحكومة في توفير الأمن والأمان والنهضة لأي مجتمع؟ يعني دعني فقط أضيف لقضية الأمم المتحدة، أقول لو كانت الأمم المتحدة حيادية وهي هذا كذا مفروض وظيفتها، يعني هل يمكن مراقبة أنها التقت بغير الأطراف الحكومية خلال فترة عملها من السنوات؟ لا يوجد هناك أي لقاءات للأمم المتحدة مع الفعاليات السياسية أو الاجتماعية العراقية ربما الغير مشاركة بالعملية السياسية. لذلك من هنا نقول أن الأمم المتحدة هي ركن أساسي في العملية السياسية، وهكذا هي وظيفتها التي وضعتها أمريكا فيه. ثانيا، العملية السياسية بنيت في العراق وصنعت على أساس نهضة العراق أم على أساس تدميره؟ هنا يكمن الجواب على سؤالك الكريم. العملية السياسية في العراق صممت على تدمير المجتمع العراقي وعلى إعادة العراق للعصور الجاهلية السابقة. وحقيقة هناك كلام واضح تماما للأطراف الأمريكية ومنهم البريطانيين لعودة العراق للعصور الحجرية، وبالفعل ما يحدث الآن هو هذا الطريق الممنهج. لذلك أسست العملية السياسية لتدمير العراق، سواء من خلال محاصصته لتفكيك واقعه الاجتماعي أو من خلال مشروع التقسيم الذي استطاعت المقاومة إيقافه على العراق والمنطقة إلى هذه اللحظة، والذي يعاد شبحه من جديد، أو عملية التطبيع التي ذهبت إليها المنطقة باتجاه الكيان الصهيوني. هذا كله حقيقة كان يراد من تأسيس العملية السياسية الوصول إلى هذه الأهداف في العراق وفي المنطقة. تأخر لكن الآن ينتج من جديد بطريقة واضحة. الذين شاركوا السلطة، هؤلاء لم يشاركوا السلطة لأنهم أدوات قوية تمتلك الحكم أو الدعم الشعبي للوصول إلى السلطة، إنما جرى انتدابهم بالتوافق الأمريكي الإيراني لتسنمهم السلطة وبالتالي إطلاق يدهم. ولذلك أحد المحاور الأساسية لغياب الأمن لفترة طويلة في العراق وعدم الاستقرار هو تسليم 7 ميليشيات بقرار بول بريمر في سلطة الاحتلال المدنية لأن يكونوا هم النواة الأساسية في تشكيل قوى الأمن الداخلي والجيش، وبالتالي جرى قبله تمهيد لذلك من خلال إعلان الجريمة الكبرى بحل الجيش العراقي ذو المؤسسة التي بنيت من 1920 بقرارا على ورق بول بريمر، وحل الأجهزة الأمنية بطريقة كبيرة تماما في العراق. ولذلك عندما أخطأ أو عندما ذهبوا باتجاه هذه الخطوة يراد أن لا يكون هناك استقرار في العراق، ويراد أن يكون هناك الأمن الغائب في العراق وتشجيع القتل والفوضى وسفك الدماء، وبالتالي إدخال العراق في ضمن لعبة قتل الشعب العراقي. لذلك هذه السلطات هي متعاونة في تنفيذ هذا المشروع، وبالتالي عندما نقول لا أمل في العملية السياسية ليس لأننا أو لأن العراقيين عندما يقاطعون العملية السياسية بنسبة 80% عن وعي وإدراك بعد 20 عاما من عمليات أو بعد 5 عمليات انتخابية، ليس لأنهم لا يريدون أن تكون الشعوب هي مصدر السلطات في الوصول إلى السلطة، لأنهم يعلمون إن ذهبوا وإن لم يذهبوا فإن هؤلاء هم المتحكمون، بدليل على أن هذه الأحزاب من 2003 إلى الآن سواء غيرت أسمائها أو دخلت بثوب جديد هي ذاتها الشخصيات التي تتحكم بالمشهد العراقي. فلذلك السلطات هنا في العراق تهدف إلى تدمير العراق وإلى إيذاء الشعب العراقي، لأن هذه العملية هي سبب بقائها. ولذلك لا يمكن لنا أن نقول أن السلطات يمكن أن تكون مصدرا للأمن أو مصدرا للحكم الرشيد في العراق.
نعم شكرا أستاذ عبد القادر. دكتور نوري في دقيقتين بما تعلق. الحقيقة يعني أنا فعلا يعني يبدأ يمكن من ما انتهى الأستاذ نائل. الحقيقة يعني القضية أنه العملية السياسية اليوم هي باستمرار احنا نتحدث عنها انه هي عملية سياسية لا يمكن ان تقدم اي حل او حلول لكل المشاكل التي ممكن تواجه العراق بشكل عام. فيما يخص محافظة ديالى تحديدا حقيقة انه لا يمكن حل الملف الامني باستمرار وجود الميليشيات في المحافظة في على الأقل في داخل هذه المدن. لابد من يعني إن كانت حقيقة الحكومة، وأنا أستبعد ذلك تماما، إن كانت الحكومة هي صادقة بنواياها في تحقيق الاستقرار الأمني في محافظة ديالى، يجب أن تمسك يمسك الملف الأمني أو تمسك العمليات الأمنية في من إدارة الدولة بشكلها المباشر وكذلك أبناء المحافظة. ما الذي يمنعها من فعل ذلك إلى الآن؟ عمليات الاغتيالات مستمرة والميليشيات مسيطرة، هل تستطيع أن تقف بوجه الميليشيات أم هي مشاركة معها؟ شوف هو حقيقة يعني كل هذه الفترة هي أثبتت هذه الظروف أثبتت فشل الحكومة باتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في محافظة ديالى، بالتالي لا يمكن براءتها من ما يرتكب في المحافظة. ولا كيف تسمي دولة تمتلك جيش وشرطة وأجهزة أمنية ومخابرات لا تتمكن من تحقيق أمن مواطنين في محافظة هي قليلة طبعا في تعدادها السكاني، كبيرة في حجمها، ولكن هي يفترض أنه قادرة، فبالتالي لا يمكن تبرئتها. ونعود إلى نقطة البدء، هي لابد من استمرار الفوضى في هذه المحافظة لتأمين طرق التهريب من إيران إلى مقاصدها الأخيرة وهو المخدرات وكذلك السلاح وغير ذلك. شكرا لضيوف الكرام في هذه الحلقة، الدكتور نوري حمدان الباحث والكاتب السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو، والأستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.